عاجل، سلاح الجو الإثيوبي يهدد الجيش المصري. بننشر لحضراتكم تفاصيل هذا الخبر المضحك. وعاجل، إثيوبيا ترد على الرئيس السيسي بعد تصريحاته حول سد النهضة. وعاجل، تطور جديد في الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز. بننشر لحضراتكم آخر التفاصيل. وعاجل، وللأسف وفاة إذاعي كبير بعد أيام من دخوله المستشفى. في البداية، كل عام وأنتم بألف خير. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر مضحك معانا وعاجل، سلاح الجو الإثيوبي يهدد الجيش المصري. وقال قائد القوات الجوية الإثيوبية اللواء يلما مرداسا إن قواته تحمي سد النهضة دون أن تغفل عينيها عنه. وأضاف أن القوات الجوية مستعدة لمهاجمة أي قوة تسعى لتفكيك إثيوبيا في أي وقت وفي أي مكان وفقا لأمر الحكومة. اللواء يلما مرداسا قال لوكالة الأنباء الإثيوبية أن الضغوط الخارجية والاستفزازات المرتبطة بالسد تشكل تحديا إثيوبيا حاليا. وقال أن القوات الأجنبية التي لا تريد أن ترى النفوذ الإثيوبي المتنامي في المنطقة تمارس ضغوطا على الحكومة بالتعاون مع الخونة. أوضح أن الهدف الرئيسي لهذه القوات هو وقف السد الذي بناه الشعب الإثيوبي وجعله عديم الفائدة. وفي هذا الأمر قال إن الانتهاء الناجح من الجولة الثانية لملء سد النهضة له معنى خاص بالنسبة للإثيوبيين. أوضح إن الإنجاز يوضح ما يمكن للحكومة والشعب تحقيقه عندما يعملان معا. ووفقا له، فإن الملء الناجح لملء السد أوجد إحساسا خاصا لقوات الجوية التي تحمي السد ليلا ونهارا. متابعا، يدرك سلاح الجو جيدا التهديدات الخارجية المحتملة على السد، وبالتالي فإننا سننجز مهمتنا المتمثلة في حماية السد دون رفع أنظارنا عن السد ولو للحظة. مصدر معانا كان من وكالة الأنباء الإثيوبية. طبعا يعني خبر مضحك جدا، سلاح جو إثيوبي إيه اللي هيحمي سد النهضة؟ يعني اللي نعرفه إن عشان تحمي سد النهضة من يعني الضربات الجوية بنستخدم سلاح الدفاع الجوي، دي حاجات بديهية جدا. نستخدم سلاح الدفاع الجوي يعني منصات على الأرض تحمل صواريخ أرض جو عشان تدافع عن سد النهضة. ولكن من المضحك جدا ان سلاح الجو الاثيوبي يطلع ببيان، او لواء او قائد سلاح الجو الاثيوبي يطلع ببيان ويقول لك ان احنا قادرين على حمايه سد النهضه. طبعا يعني هذا الخبر بيدل على فشل الجيش الاثيوبي، يعني حاجه بسيطه زي كده. ولو قلنا ان سلاح الجو الاثيوبي هو اللي يقدر يحمي سد النهضه، طبعا ده حضرتك كام طياره حربيه تقدر يعني تصد هجوم على سد النهضه؟ طب كام طياره حربيه؟ هتقول لي 2 3 4 بكتير، 15. طب هتقول لي هم متطورين؟ هقول لحضرتك يعني السو 27 دي يعني اكتر طياره متطوره في سلاح الجو الاثيوبي. طب الطياره دي تم صنعها امتى؟ الطياره دي تم صنعها في الثمانينات، يعني طياره ذات تكنولوجيا متخلفه تماما، مش هتقدر تتعامل مع يعني قوات جويه او سرب طائرات جويه يعني متطور. طبعا حضراتكم عارفين من يمتلك هذا السلاح الجوي المتطور في المنطقة. طبعا مصر أم الدنيا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر المضحك. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، إثيوبيا بترد على الرئيس السيسي بعد تصريحاته حول سد النهضة. وزارة الخارجية الإثيوبية وصفت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة بأنها إيجابية. أكدت أن إثيوبيا مع التعاون والتنمية المشتركة، تعليقي على هذه النقطة أيضا، يعني إثيوبيا مع التنمية والتعاون المشترك لماذا لم توقع على اتفاق قانوني ملزم يضمن يعني حقوق مصر والسودان وإثيوبيا هذا الأمر؟ طبعا هذا التصريح متناقض تماما مع التنمية والتعاون المشترك.
نكمل مع بعض البيان اللي طالع من الخارجية الإثيوبي. والمتحدث باسم الخارجية الإثيوبي دينا مفتي قال في تصريحات صحفية: لا نمانع من التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل، لكن لا يمكن أن نوقع اتفاقا نهائيا. وقال إن مفيش حاجة اسمها اتفاق قانوني شامل ونهائي في العالم. جدد مفتي استعداد إثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة في أي وقت تدعو لها قيادة الاتحاد الإفريقي. رئيس عبد الفتاح السيسي كان قال في خطاب إن مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروع، وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه. وتابع: أكدنا دائما استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الإفريقية. شدد على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي. أضاف إن مصر طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. الاثنين الماضي أعلنت إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة وسط تشكيك ورفض من جانب مصر والسودان. مصدر معنا كان من مصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، تطور جديد في الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز. وكشفت مصادر طبية بالمستشفى الذي تعالج فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد إعلان خروجها من العناية المركزة. المصادر قالت إن ياسمين عبد العزيز هتقوم بعملية جراحية جديدة خلال ساعات، وذلك لإنهاء الأزمة التي تعرضت لها. فنانة كانت قد أجرت منذ فترة عمليتين جراحيتين لإزالة كيس تجمع دموي، إحداهما في الولايات المتحدة الأمريكية والأخرى بإحدى الدول الغربية، ونتج عنها مضاعفات. كشف الأستاذ الدكتور ماهر عمران أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة عين شمس: تم إزالة كيس به تجمع دموي كبير الحجم من كل من المبيضين، احتوى كل منهما على ما لا يقل من نصف لتر من الدم الكثيف الذي يتراكم على مدى سنوات بفعل مرض بطانة الرحم المنتبذة بالمبيض، أو كما يقال البطانة المهاجرة. وكل من يعمل في تخصص أمراض النساء من الممكن أن يتصور مدى تعقيدات الحقل الجراحي في حالات تكرار التدخل الجراحي. ومع هذا المرض اللعين الذي تكون جراحاته أحيانا أشد قسوة من جراحات الأورام الخبيثة، وعند تكرار التدخل الجراحي لم تكن هذه هي المرة الأولى للتعامل مع هذا المرض، ما زالت الفنانة ياسمين عبد العزيز تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة بعدما نقلت إلى العناية المركزة وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم في أحد المستشفيات الكبرى ورغم احتيادية العملية. لكن حدث خطأ ما أثناء نقل الدم أدى لتلوث بكتيري دخلت بسببه في غيبوبة استمرت لما يقرب من 16 ساعة. المصدر معانا كان من الوطن. ربنا ربي يقومها بالسلامة ويقومها على خير بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر أخير ومؤسف وعاجل، وفاة إذاعي كبير بعد أيام من دخوله المستشفى. أعلن الإعلام المصري هيثم البيطار في تصريحات صحفية وفاة والده الإذاعي الكبير كامل البيطار بعد تعرضه لوعكة صحية فارقة على إثرها الحياة. من جانبها قالت الإعلامية وكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب في تصريح خاص للوطن إنها استيقظت على هذا الخبر السيء والذي يعتبر بمثابة صدمة ليس لها فقط ولكن للمصريين ولمحبي الإذاعي الكبير كامل البيطار. ومن جهته أعلن الإعلامي شادي شاش وفاة الإعلامي كامل البيطار، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: توفى اليوم الإذاعي الكبير كامل البيطار، الله يرحمه ويعفو عنه ويغفر له. وكان كامل البيطار دخل إلى العناية المركزة منذ عدة أيام بمستشفى الشيخ زايد التخصصي. المصدر معانا كان من RT. ربنا يرحمه يا رب ويجعله من أهل الجنة. وجينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وقدمت لكم أهم الأخبار في الوقت الحالي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.